لا يكلف الله نفسا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أخي العزيز وأستاذنا الفاضل الدكتور مقري رئيس الحركة، ضيوفنا الكرام، إطارات ومناضلين ومندوبي حركة المجتمع السلمي الحر، ضيوف الجزائر المجتمع السلمي للعروض المقاومة الإعلامية، أحبكم جميعا وكذلك الروايات ورؤساء الأحزاب السياسية التي أسسها الأولون المجتمع السلمي في بلاد في القيادة الوطنية لحركة المجتمع السلمي مع رأس الدكتور عبد الرزاق المقري، الأخوات والأخوات المناضلين، شرف لنا أن نشارك لكم افتتاح المؤتمر الثاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخص بالذكر رمز المقاومة الذي يدافعون عن الشرف هذه الأمة في كل مكان وعن أحرار العالم، قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس المجاهد أبو العبد إسماعيل هدية وإخوانه الكرام. تشرف حركة البناء الوطني بتوقيع اسمكم أفراح عرسكم في هذا اليوم المشهود حركة المجتمع السلمي بدعوة كريمة تواصلتها من فضيلة الدكتور الأخ عبد الرزاق مقري. نحضر معكم المؤتمر الثاني الذي كنا في خمس دورات به مندوبون معكم وفي ثلاثة أعضاء مدعوين ومشاركين. كانت في الخمسة الأولى كنا في إخوانا مع بعض نتقاسم الحلو والمر، الآلام والآمال، الأشواك والأشواق. تقاسمنا بها الانتصارات والانكسارات، والآن نحن إخوانا مع بعض نتطلع لنضع اليد في اليد مع كل شركائنا في الطبقة السياسية من أجل تحسين جباتنا الداخلية وتمكينها والوقوف مع بعض لتحصين وديعة الشهداء. ونعدكم في حركة البناء الوطني أننا سنبقى إخوانا لكم في حركة مجتمع السلم في المستقبل، محافظين على الأرضيات وعلى السياقات وعلى الاتفاقات التي تحقق الآمال لنا جميعا وترجع لنا الحنين والأمين. والسلام عليكم.
بالسلم وفي الشدة سلاح الله.
وأبناؤهم يرددون بكل فخر واعتزاز: نسير بخطوة وثبات، عقدنا العزم والنيات بأن نبني جزائرنا ومرفعها على الهامات، وعهدا موطني تبقى، وعهدا موطني تبقى عزيز الركن والرايات. Oh.
طيبة. تحية لجامعة الأقصر. باه من دولة السنغال الشقيقة فليتفضل مشكورا. ضمن سلسلة من الحركات والأعمال والجهود التي تبذل في كل أركان العالم الإسلامي اليوم. وغربنا غرب في ذلك، فيتحركت حركة مجتمع السلمي في هذا المجتمع المجاهد وحموا الأمة الإفريقية من تسلل الكيان الغاشم إلى قلوبه وأنفته وشكر الله للجميع وخطوة للأمان. وننتظر المساهمة الجزائرية في تحرير القارة الإفريقية مستقبل العالم. والسلام عليكم. والوفد الموافق لها.
والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المجاهدين وقائد الغر المحجرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أخي الحبيب رئيس حركة مجتمع السلم الدكتور عبد الرزاق المقري، الإخوة والأخوات، قيادات وكوادر هذه الحركة القراء، الإخوة والأخوات، قيادات ورجال ونساء الجزائر الثائر من أرض فلسطين المباركة، من بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، من غزة العزة، من نابلس عرين الأسود، من جنين القسام، من كل شبر من أرض فلسطين، تحية لكم أهل الجزائر الثائر.
وأقول لكم أيها الإخوة،
ولذلك ذكر أخي العريف أن أحد الضيوف الذي جاء إلى الجزائر قال: إني كلما رأيت جزائريا رأيت فيه ثورة. نعم، وأنا أقول أيضا كلما سرنا في شوارع الجزائر ومضينا في أزقتها وأين تحت كل ذرة رمل هي دم شهيد ولمقاومتها المباركة. فتحية لكم من فلسطين يا أهل الجزائر. وأما الكلمة الثانية أو الثالثة حول فلسطين اليوم وما يحيط بها من متغيرات مؤثرة فيها وتتأثر فيها وبها، ودعونا نقول في البداية إنها متغيرات إيجابية. البعض يقرأ المتغيرات أحياناً قراءات سلبية، نحن نراها الأسود، وأنا أقول علي الأسود مش بس في نابلس، كل إخوانكم كل فلسطين هي علي الأسود. اليوم المقاومة في الضفة الغربية في حالة تصاعد وتضرب في قلب القيامة كبارا صغارا. شبل عمره 13 سنة لم يبلغ الحلم بعد، يحمل مسدس ويخترق الحدود وينفذ العملية ويقتل. هذا عهد التبيدي، وهذا يمكن في أماكن أخرى الرسميين بيتجنبوا هذه المصطلحات،
الصهيوني مشتبه بينهم شيء كبير، شبه كبير، لأن كلا الاستعمارين أو الاحتلالين قاموا على نظرية البقاء، إنه هو احتلال استيطاني إحلالي ولن يخرج، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، وخرج الفرنسيون من الجزائر، وكما خرج الفرنسي من الجزائر سيخرج الصهيوني من أرض فلسطين بإذن الله تعالى، وستنال فلسطين واستقلالها. وأما المتغير الثاني هو أن اليوم اللي بنسمعه واللي بنتابعه في داخل الكيان غير مصفوق على الإطلاق. بعضهم يقول نحن وصلنا إلى نقطة لا عودة، وبعض قادتهم يقول نحن باتجاه حرب أهلية، وبعض قادتهم يقول بأن مستقبل الدولة أصبح في خطر حقيقي. يشكل تغيراً وتحولاً لأن بعض الكيانات الاستعمارية حينما تضعف، أول ما تضعف من داخلها، من داخلها. واليوم يد المقاومة ثقيلة والصراع بينهم محتدم، وهذا تحول مهم نحن نتابعه ونقرأه بشكل جيد. وأما المتغير الثالث فهو ما يجري على المسرح العالمي وانعكاساته على المنطقة وعلى قضية فلسطين. اليوم الحرب اللي في أوكرانيا، حرب المعسكرات اللي ممكن تكون نتيجتها نظام دولي متعدد الأقطار، وإحنا اكتوينا بالنظام الدولي أحادي القطبية، واكتوينا بالسياسة الأمريكية، وكلما سيكون له تداعيات وتأثيرات أيضا. وأما المتغير الرابع والأخير فهو ما أعلن عنه مؤخرا عن اتفاق بين السعودية وإيران. نعم، لطالما دعونا إلى ضرورة وحدة هذه الأمة وهذه المنطقة، لطالما دعونا على ضرورة مغادرة مرحلة الانقسام، وكفى شعب تحت الاحتلال يتحرر بالوحدة وبالمقاومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.